وإلى الأخبار المحلية، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة مع مسؤولي أندية دوري الممتاز على حضور 300 متفرج في كل مباراة بالمسابقة، وذلك اعتبارا من لقاءات الغد وحتى نهاية الموسم. وكان اتحاد الكرة قد عقد اجتماعا اليوم تم خلالها الاتفاق على عدد من القرارات في حضور مندوبي الأندية، وحضره من الأهلي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي. ونتابع قرارات اتحاد الكرة في التقرير التالي. طبعا قلنا ان النهارده كنا بنتكلم على عوده الجماهير، مفيش شك ان عوده الجماهير شيء بيهم الاتحاد المصري لكره القدم وبيهم الانديه، وفي الحقيقه كل الانديه مرحبه بعوده الجماهير طبعا بالتنسيق مع الجهات الأمنية. خدنا قرارات بالنسبة لعودة الجماهير في الموسم القادم والموسم اللي احنا فيه. الموسم اللي احنا فيه عودة الجماهير هتبقى عودة عادية جدا في مباريات الكاس القادمة، لأن دي اللي مسؤول عنها الاتحاد المصري لكرة القدم، فبالتالي هيبقى الجمهور هيحضر مباريات الكاس في المرحلة اللي جاية. أما الدوري العام فبالتنسيق مع الأمن كل الأندية طلبت أن يكون عدد الجمهور اللي هيخش في المرحلة دي لحد نهاية الموسم إلى الموسم القادم ما نبدأ تبقى الأمور طبيعية والعدد يبقى أكبر، 300 متفرج من كل نادي. وده في الحقيقة يعني مطلب لكل الأندية اللي حضرت النهاردة الاجتماع، بحيث ان تبقى بداية لدخول الجماهير للمباريات الموسم القادم، وان كل نادي يبقى مسؤول عن جماهيره. وبما ان كل نادي مسؤول عن جماهيره، معنى المسؤولية مش مسؤولية ان الجمهور مش هيعاقب في حالة ما اذا حدث اي تجاوزات. احنا في الحقيقة بالنسبة للتجاوزات اللي احنا بنتمنى انها ما تحدثش من الجماهير، في لائحه المسابقات هتبتدي يعني يتم تغليظها على الجماهير اللي هتخش المباراه وتعمل اي نوع من انواع الشغب او السباب او الى اخره. هيبقى في تغليظ للعقوبة تصل إلى الإيقاف عدد من المباريات ثم عدم دخول الجمهور لتشجيع فريقه، يبقى الفريق الآخر هو اللي بيحضر جماهيره والفريق المعاقب مش جماهيره مش تقدر تحضر. وده بينطبق على 300 زي ما بينطبق على الأعداد الكبيرة اللي ممكن تبقى موجودة في المدرجات. الحاجة الثانية إن الأجهزة الفنية في الحقيقة واللعيبة جوه الملعب للأسف الشديد بيبقوا سبب من أسباب الشغب اللي ممكن يحدث من الجماهير، لأنهم بيتعصبوا على الحكم أو بيتعصبوا داخل الملعب، فبالتالي بيدوا إيحاء للجمهور إن في قرار ظالم أو. ده في الحقيقة برضو اتحط في الحسبان، والأندية كلها طلبته بأن تغلظ العقوبة على الأجهزة الفنية اللي هيتم الاعتراض منها على القرارات وعلى التحكيم، وأيضا تغلظ العقوبة على اللاعب اللي لا يمتثل للقرار داخل الملعب. كان حاضر كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، وتم توجيه التعليمات للجنة الحكام بأن الحكام لا تستثني أي نادي ولا تستثني أي لاعب ولا يحدث تهاون في معاقبة اللاعب بالإنذار أو بالطرد اللي يعترض على الحكم. احنا اتفقنا ان يعني الإخوة السوريين الموسم القادم خلاص آخر موسم ليهم كلاعبين بيعاملوا معاملة المصريين، وده برضو كان مطلب ل الأندية. تطرقنا لقانون الرياضة، ولقينا في قانون الرياضة في الحقيقة يعني عقوبات جنائية على الخارجين على النظام
في الملاعب، وان احنا هنا من الموسم القادم هتبتدي تغلظ العقوبات اللي موجودة في لائحة المسابقات بحيث انها تواكب قانون الرياضة الجديد، ويبقى فيه ردع لكل حد يخرج عن الإطار الرياضي في ملاعب كرة القدم. وده في الحقيقة شيء يعني هيبقى اعتقد انه هيبقى رائع جدا، ويقدر يدي امان لكل الناس اللي هتروح، بحيث ان احنا نرجع تاني نستمتع بمباراة كرة القدم ونستمتع بالكرة ككرة، بعيدا عن التعصب وبعيدا عن التوتر وبعيدا عن ان الحد يبقى فيه مشاكل جوه ملاعب كرة القدم. تطرقنا لل 25 لاعب في الموسم القادم، وكل من هو متعاقد مع النادي هو على قوة النادي إلى أن يستطيع النادي تسويقه أو إعارته أو الإبقاء عليه طبقا لظروف النادي زي ما النادي يتفق واللاعب، وهي دي عالم الاحتراف، وهو ده ما يحدث في العالم كله. يستطيع النادي انه يعير زي نادي الزمالك عاير مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، قدر انه يقف على مستواه الحقيقي، وبالتالي يقدر ان هو ما يشتريش، او الانديه عموما يعني بضرب مثل بس بنادي الزمالك، لكن الانديه عموما تقدر انها تستغل الاعارات او في انها تقف على مستوى اللعيب وتشوفه مستواه الحقيقي عامل ازاي، وتقدر انها تستفيد بيه المواسم الـ القادمه.